القاهرة، جاءنا الآن البيان التالي. ذكرت وكالة رويتر ووكالة الأسوشيتد بريس نقلا عن وكالة أنباء الشرق الأوسط في خبر عاجل لها من القاهرة أن المدعو عمر توفيق السيد توفيق قد قام بالهروب من السجن الكبير بعد أن غافل حراسه وتحرر من قيوده وهرب خارج البلاد. وقد رصدت وزارات الداخلية والخارجية والتموين والتضامن الاجتماعي مكافأة مالية ضخمة لمن يستدل عليه، وسوف نعرض عليكم صورا لتسهيل التعرف عليه. هنا القاهرة. عمر توفيق من صغره وهو ابن عز، حبيب ماما وبابا جدا، كان نابغة ومستقبله كان بيدل انه لما يكبر هيتخصص في مجال الاتصالات والشبكات، مثقف جدا وليه برضه في الهزار والدلع من يومه وهو سباح عظيم ولا ابو هيف في اوانه، بس عليه قلب طبوس وقدرة انه يعمل مسكين رهيبة، شجاع يا واد يا جامد ولا اكنه حلف الابهة. رجاء لاصحاب القلوب الرحيمة لو لقيته خليه يبعت لي انفيتيشن ليتر الله يخليكم. وبعد مشاهدة الصور ننتقل الآن إلى إذاعة خارجية مع مراسلين في أكثر الأماكن التي يتردد عليها وأكثر المتعاملين معه. ومن سيتي ستارز وبالتحديد من مقال شركة أورنج تبدأ رحلة البحث. الإكسبرت بتاعنا عمر توفيق بجد بجد هتوحشني، وفرق معايا ان انت هتمشي وتسيب التيم، بس انا واثق ان انت هتكيب ان تاتش معانا. ربنا معاك في الماسترز اللي رايح تعملها، وبجد انا واثق ان انت يعني هترجع لنا دكتور كبير مش اكسبرت بس. بجد هتوحشنا وسبت مكان في التيم، ومكانك دايما محفوظ في السي اس دي. باي باي حبيبي. وإلى التجمع الخامس والجامعة الألمانية حيث الرفاهية المصرية والطحن الألماني. عايزين فيديو؟ مش عارفة أقول إيه. طيب إيه رأيك؟ حلوة الإضاءة دي يا ست يسرى؟ يلا مش مشكلة، ده بس عشان لزوم الشيء يعني. بص يا عمر، يعني أول ما عرفت الخبر إنك هتسافر بقى وتسيبنا وكده الصراحة ما ضايقتش خالص، ومش فارق معايا يعني انت. احلى خبر لما عرفت ان عمر هيسافر، هيسيب لنا البلد وهيريحنا شويه. يلا مش مشكله، الحمد لله الحمد لله. سافر وسايبنا ليه يا عمر يا توفيق؟ يا ابني حبيبي حد يروح المانيا؟ يا ابني مصر ام الدنيا، يا ابني خليك قاعد معانا شويه. هتروح تعمل ايه هناك؟ مصر مصر يا عمر، مصر اخرتها تسيب مصر وتروح تقعد في المانيا. بعت نفسك بكام يا عمر؟ بعت نفسك بكام؟ بجد مبروك، وبجد ميك ذا بيست اوت اوف ات هناك، ويعني ليف ذا بيست اكسبيرينس اوف يور لايف وانت في المانيا، ويعني بجد هتوحشنا كلنا، ومصر مش هتنور طبعا، ده كان اي كلام خالص. و انبسط ومبروك وربنا يكرمك. عمر توفيق مسافر، كان لازم يهرب من البرد ده احسن. برضو انا عارف ان المانيا طبعا حر. ايوه فعلا، ده احسن مكان يروح. بلد زي المانيا دي هي البلد الوحيده اللي الواحد ممكن يعيش فيها. مصر ايه وقرف ايه، الدنيا برد جدا 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 جدا. درجة الحرارة هنا يا جماعة أقل من الصفر عامة، مش مشكلة. يروح ويرجع بسلامة. والنبي يا عمر متنساش تسلم لنا على العام. ها؟ مش هوصيك بقى، ألمانيا وحر و عمر هاي، تروح وترجع بالسلامة لينا ماتش بينج لما ترجع، بس بلوك. والله يا عمر انا عارف ان انت مسافر قريب ان شاء الله، عارف انك قدها قوي، وعارف ان ربنا هيكرمك جدا في الماسترز ان شاء الله، وانا عارف ان انت
ان شاء الله يعني هتعمل كويس وهتروح من مكان احسن لاحسن ان شاء الله. انا بس حبيت اعمل الفيديو ده بس مجرد عشان خاطر اقول لك يعني شد حيلك كده وربنا يفرحنا فيك، قصدي ليك ان شاء الله. انا عارف طبعا انت يعني هتمس حاجة المقشة والحاجات دي، بس انا عارف ان انت يعني هتقوم لوحدك مش محتاج مقشات، بس سلم لي على البرتقاني بقى. يلا باي باي. ده كان هزار يعني. I do wish you all the best and you deserve all the best. Have a great journey through your study and through your life. بس عندي ملاحظة صغيرة، انا قلت كتير قوي، انا عارف في الفيديو اللي فات، فانا هطلب منك طلب، اعمل لي حاجة انا مش عارفها. ازيك يا عمر، انا سمعت ان انت مسافر وسايب مصر خلاص. انا عايز اقول لك ان انت هتوحشنا وانت من الاصدقاء العزاز عليا جدا، انا بحبك جدا والله، واتمنى لك كل خير في حياتك، وان شاء الله تفتكرنا دايما كده ونشوفك كل اجازة تنزل فيها مصر ان شاء الله. مع السلامة. مش عارفة اكتب الصراحة. لا لا لا، انت عزيز عليا جدا وبجد مبسوطة ان انت هتسافر يعني وتروح وان شاء الله ما ترجعش يعني بس تروح بالسلامة وان شاء الله ما ترجعش. حاول بقى ايه يعني على قد ما تقدر تعيش هناك، انت عارف بقى يعني، وان شاء الله حصلك. انبسط بقى وضح وذاكر واعمل كل حاجة. عم عمر تروح وترجع بالسلامة، انت قدها ياض، انت قدها وهتقدر تعملها ان شاء الله. ان شاء الله اشوفك بعد سنتين مستر ام اس مستر عمر توفيق. وننتقل الان الى ساحة البطولات ونادي الانتصارات نادي الزمالك. gonna miss you. ولانه دائم التردد على مجله صباح الخير حيث شالت سبكترا الشجره، فالى القصر العيني من داخل مبنى صباح الخير. عمر يا غالي يا ابن الغاليه، ما دامها حبيبه قلبي امي الروحيه، هتمنى لك كل التوفيق والنجاح، وزي طبعا ما انا عارفه يعني ان انت انسان موهوب وطبعا واخد النبوغ ده طبعا مني انا، وان انت ترقيت كتير جدا في ارض كافيه في اورانج، بتمنى لك جدا 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 كل التوفيق، وان شاء الله بتفتكرني بكل خير يا رسول. بعد اللي يرى قالته دوت مش حبيش كلام تاني يتقال يا عمر، بس انا اتمنى لك ان انت تنجح، وطبعا مدام مامتك مدام مها لازم هتنجح. عمر تروح وتيجي بالسلامه، هتوحشنا كتير كتير قوي، ويعني وانا يعني متفقه لك كل خير عشان انت ولد مجتهد، ويعني كده مصر هتبقى مظلمه طبعا من غيرك، خلي بالك من البنات الالمان هناك علشان هم شعب عنصري شويه، بس يعني الله معك يعني. عمر تروح وتيجي بالسلامه، ربنا يوفقك ان شاء الله، وبجد لازم ترفع راسنا هناك عشان كفايه انت ابن مدامها حبيبتنا كلنا. واحب اهدي لك اغنيه لازم تاخدها معاك، اقوم ولع لك شمعه. وخايفه لما تسافر في البلد الغريب ايه؟ تنسى انك فايز في بلدك حبيبي. ايه طبعا عمر ازيك؟ طبعا انا توحشنا كتير قوي، ان شاء الله ربنا يوفقك، انت شخص متميز وناجح طبعا عشان انت ام دمها اللي احنا بنحبها جدا. عمر بوصيك وصيه اخيره قبل ما تمشي وتروح بلاد بره. لازم تفتكر ايامنا في سبيكترا، ايام ما كنت بتاخد الطبق من ايمان القصاص وتقعد تلهط فيه وتسيب ايمان كده جعانه وتعبانه، وانا كنت انا وياسمين كنا بنحاول يعني نهديكوا ونحاول ناخد الاكل يعني نقسمه بين الناس، لكن يا حرام للاسف للاسف يعني ربنا معاك. يبقى شوف بقى مين الاطباق اللي هتاخدها من زملائك هناك، يبقى قابلني، مفيش حد هناك في الغرفه بيدي حاجه. كل مره هو بص يا عمر، اول حاجه قبل ما ابتدي كلام، طبعا انت هتلاحظ في الفيديوهات اللي قبل كده ان في كرسي باقي مقطوع، طبعا الميزه انا غطيت الكرسي المقطوع فمفيش عندي اي دخول في الجدر يعني. تروح وترجع بالف سلامه، انا زعلت جدا ان انت مسافر، بس طبعا يعني مصلحتك تهمنا وربنا يوفقك يا رب. صوت الجامعه انا وهنا كل حاجه جدا. عمر مش قادر تشيل دي، ما لهمش داخله في الجدر ايه؟ ما لهمش داخله في الجدر ايه؟ ما لهمش داخله في الجدر ايه؟ ثواني ثواني مين؟ قولي كده علي نجم اللي جدا. قولي يلا قولي كده. عمر قولي مدام مها مسافر بلاد بره. حتى قلبي هو فين؟ قولي له بس قولي ايه هو؟ طب انت رايح فين؟
والله يلا اقفلي. هنوي عمر وترجع بقى تسامى، توحشنا جدا. هتوحشني يلا لفه 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 بسرعه. هتوحشني قولي مره ثانيه لفه لفه كده. انا وبمناسبة عودة المدارس قررنا اللجوء لصديق قديم من أيام المدرسة. عمر توفيق يعني من أكثر الناس اللي بعتز إن أنا عرفتهم في المدرسة. من هنا بقول لك يا عمر تروح ترجع بالسلامة إن شاء الله وربنا يوفقك. ولأن الغايب الحاضر فرحنا للناس اللي دايما بتسمع عنه وعمرها ما شافته، حيث أصحاب أخته. ازيك يا عمر؟ ازيك يا عمر تروح ترجع بالسلامة؟ ان شاء الله تروح ترجع. لا والله احنا ما شفناكش قبل كده بس هنسمع عنك كلام كتير حلو. يسرا ما شاء الله مقطع فروتك 24 ساعة. لا يا عمر انا شفتك قبل كده ما شاء الله عليك. لا والله تروح ترجع بالسلامة وهتقعد سنتين كده لوحدك، ربنا يكرمك يا رب ان شاء الله. وما تتجوزش هناك. روحي ليه يا بنتي؟ ما يمكن يلاقي واحدة أفضل. لا ما يتجوزش من غيري. ده فيديو فيرويل. اوكي بس يا عمر فان شاء الله ترجع بسلامه. اه وتشغلي معاك في اورنج من باش تاخد فلوس كتير. باي باي. ومن حدايا الاهرام وبالتحديد من بيتهم كان لينا اللقاء الاخير مع اسرته. عمر انا كررت صور من قطك لان انا قلت اخيرا هاخد قطك كلها ليا واخيرا ماما وبابا هيوافقوا يدوني العربيه بقى واسوق براحتي. وايه كمان هاخد كرسي المكتب بتاعك ان انا بحبه وبستولى بحبه جدا. وهاخد الكرسي الفوتيه الكبير اللي في اوضتك برضه هيبقى بتاعي ليا بس. وهاخد خط اتصالات بتاعك اللي فيه دقايق كتير كتير كتير. بص خليني اقول بصراحه ان في حاجات اكيد هفتقدها. يعني مثلا هفتقد انك تيجي الساعه 2 بالليل تقولي يسرا انا جعان عايز اكل. ده اكيد هفتقد برضه ان انا اجي انام او حد اقول له عمر تعالى اقفل النور وافتح الاباجوره واقفل الشباك وافتح لي التكييف وتعالى غطيني وجيب لي ميه. اكيد برضه حاجات زي دي هفتقدها. ممكن هفتقد طبعا ان انا اجي اقول لك بقول لك ايه يا عمر واقعد اغلس عليك كده. شكلك هتوحشني على فكره. عموره ارجوك يا عمر احلفك بكل غالي وكل عزيز عندك أرجوك يا ابني صورة مصر في ايديك. الأوضة بتاعتك اللي بقعد أوضبها بالساعات وانت ما بتعرفش توضب حاجة. كوباية اللبن بتاعت الصبح اللي بتتساب وبتتنسي في الأوضة. عمر صينية الأكل اللي عمرك ما شلتها. أمان عليك يا ابني أمان عليك. انت صورتنا صورة المصريين كلها أمانة في إيديك. عشان خاطري أنا عارفة إن هم هيقولوا أمك كانت مدلعاك، أمك ما عرفتش تنشف عظمك. أنا مسامحة يا ابني لكن مصر أمك مصر. حاول عشان صورة مصر يا عمر ما يرجعوش تاني يقولوا المصريين كسالة وعندهم بلادة وبروطات. أرجوك يا ابني أرجوك يا حبيبي بفكرك تبقى تروق اوضتك قبل ما تنزل، تبقى تشيل كوبايتك، تغسل الكوبايه، الطبق بتاعك. عمر عمر عمر. عموره عموره انت قفلت الشنطه وسبتني يا عموره كده كده تنسى صاحبك شادي؟ ده انا رفيق رحلتك من اول ما يوم رحت فيه المدرسه وسبت بيتك انا كنت معاك. اوعى تروح المانيا وتسيبني هنا. انا جاي معاك يا عموره. افتح الشنطه وحطني. اوعى تنساني انا صاحبك وحبيبك شادي. يلا يا موره افتح بقى الشنطه يلا مش هقعد من غيرك. يلا يا عموره. واخيرا تمكن عمر من الهرب من زنزانته ولكنه ابدا لم يهرب من حبنا له. تروح وترجع بالسلامة.